كان لي الشرف 29 سنة خدمة في القوات المسلحة الباسلة. هاي المدرسة اللي نعتز فيها، مدرسة الهاشميين اللي نعتز فيها واللي ربتنا على الأخلاق الطيبة والانتماء والولاء للوطن وجلالة الملك. كان خلال هذه الخدمة اللي أعتبرها حقيقة طويلة 29 عام خدمة أعتز فيها، ولكن كانت أجمل أيام حياتي هذه الخدمة في القوات المسلحة. خدمت في الأمن العام 20 سنة متواصلة. خدمة 20 سنة هي كانت تراكم للخبرات اللي احنا اكتسبناها في الحياة الشخصية والعملية. شرف عظيم لي التحقت في القوات المسلحة، وكان هذا حلمي في منذ الصغر الخدمة في قواتنا المسلحة. والتحقت وانتسبت إلى مديرية السلاح المدفعي الملكي، وكان لي أجمل الذكريات فيها مع أصدقائي وزملائي في سلاح المدفعي الملكي. وكان لي الشرف العظيم أن التقيت بهم في ميادين التدريب، ميادين البطولة والشرف والميادين وقاعات التدريس والدورات سواء كانت داخلية أو خارجية. فلي الشرف العظيم ولكل منتسب الافتخار بقواتنا المسلحة الأردنية الهاشمية. سلاح الجو كان السباق في إدخال التقنيات الحديثة على مستوى القوات المسلحة وعلى مستوى الأردن كدولة كامل. فسلاح من خلال استحداث الكمبيوتر أدخلوا للقوات المسلحة كل، يعني ضباط سلاح الجو هم اللي نشروا فكرة الحاسب الإلكتروني في القوات المسلحة، وإنجازات كثيرة كان يقوم فيها وما زال يقوم فيها سلاح الجو، وما زلت أنا على تواصل مع قيادات سلاح الجو. ذكريات حلوة طبعا. أنا كل شوق أني واحد يذكرني بالذكريات القديمة الحلوة، لأني خدمت بالقوات المسلحة، تسلسلت من رتبة جندي إلى أن وصلت رتبة رائد، وخدمتي أكثرها في مدينة الحسين الطبية. مدينة الحسين الطبية إلي ذكريات فيها وعلاقات مع الأطباء والممرضات، وكان دور وظيفتي إداري، فكنت مدير إداري وقائد معسكر للمدينة، والحمد لله كسبت صدقات وخبرة وأحلت إلى التقاعد بالـ96، وأنا أعتز أني خدمت القوات المسلحة، وأنا ابن القوات المسلحة حتى الممات، حتى أولادي دمهم دم القوات المسلحة.